أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تتخطى كل العقبات وتتجاوز كل صعب. وأصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم قدروا يتخطوا الإعاقة وواجهوها بكل شجاعة وعزيمة وإصرار. اتنين من أصدقائنا من ذوي الإرادة، صديقة لديها بتر في أحد الساقين والصديقة الأخرى لديها بتر في الساقين. تحديات كتير بيواجهوا أصدقائنا من ذوي الإرادة، لكنهم بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيقدروا يتخطوها ويقدروا يتجاوزوا كل صعب. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على الأرض.